اشتكش ولا نشرة ولا نشرة الليلة مفسح جماعي وعشرة يابا على عشرة سياسي كوميدي اجتماعي تياترو مصري دي مصري تياترو وتعالى شوف رواياتك كترو تياترو مصري دي مصري تياترو وتعالى شوف رواياتك كترو تياترو مصري طبيب جراح قلوبنا سلاويها يا غرام سيبت الليلة داريها تجعل استفتحتنا خير النهاردة يا رب يا رب ارزقنا بعيانين كويسين يا رب يا عفاف يا لهوي الدكتور سامي جاي انت يا عفاف ازيك يا نرسيس يا عفاف هو انت يا زف اسمي الدكتور زف دكتور زف لكن بالنسبة لك انت ممكن تقولي لي زفوتي زفتوتي بقى بذمتك يا باش تمرجي يا معفن ده منظر دكتور انا راضي ذمتك انت بقى ده شكل ملاك رحمة ومن شكل المخبرين يبقى ايه بص يا اخويا في المراية وانت تعرف بص يا اختي في المراية يا بص يا سلام قمر قمر وريني كده القمر قال ايه ده ايه ده اعوذ بالله شكلك وحش ايه ده وسنتك مكسورة في ايه القرف ده مخبرة ده انا اللي شكلي وحش طب تصدق بالله ده انت محتاج 20 عملية تجميل عشان يبقى شكلك بني ادم والله عشان ابقى بني ادم مش عايز عملية تجميل انا عايز عملية تفجير ركبولي بقى راس من جديد ابتدي ابقى بني ادم خد يا دياباليا هنا ما تزقيش طب عايزة ايه عملت ايه في البضاعة بضاعة ايه بضاعة ايه وطي صوتك بضاعة ايه بضاعة الترامادول واخواتهم قصدك الترامادول اللي بنقلبهم المستشفى ونبيعه لا وطي صوتك نوطي صوتنا ليه وفي حد غيرنا انت هتشتغلينا عملت ايه خدت العينه زي كل يوم 20 شريط ترامادول خارج بيهم من طرقه المستشفى قابلني السيد نائب مدير اداره الصحه بنفسه بنفسه قال لي خد ياض راح فين بالبرشام ده ومش عارف ايه خفت منه غمسته بخمس شرايط اديت لمدير المستشفى خمس شرايط بتقي شره ما احنا معانا 15 شريط ماشي كملت في الطرقه قابلني سكرتير نائب مدير اداره الصحه بنفسه لا بالبلطو والله بفك معاكي ما تتنشنيش ماشي اول لسه هيقول لي ها اديته خمس شرايط يعني هو يا غبي ما تكلمكش على اللي معاك تديله ليه ما هيكلمني وانا هقول له اسف وهقعد ارغي مختصر واديله خمس شرايط خلصنا اتبقى 10 شرايط الخير والبركه وانا ماشي بقى بيهم قابلت مين ما قابلتش حد رحت مباحث المخدرات سلمت نفسي اقعد انا اوزع برشام لله انت يا دهبل تروح تسلم نفسك ايوه ابقى شاهد ملك احسن ما تحبس طب قلت لهم عليا حاجه ولا ايه وانا غبي انا بعد كل ده معلمه اقول لهم على اسمك لا طبعا انا اديتهم رقم موبايلك بس لو لقيت حد بيعاكس ده المباحث ما ترديش حسبي الله ونعم الوكيل كل مره تعمل فيا كده ما انا مش قد الشغلانه دي قلت لك طب ماليش في البرشام خلاص مالكش في البرشام في صفقه حقن معايا لا بخاف منها والنبي بلاش خلاص بلاش حقن في دواء كحه معايا لا بلغم وقرف لا مش ناقص غور يا فرج من قدامي يا فرج انت خدي خدي هنقعد نحكي في برشام وننسى شغلنا الاساسي ايه في عمليات النهارده لغايه دلوقتي مفيش بس ادعي ربنا يرزقنا لا يا ربنا ما يرزقناش عشان اللي بيخش عندنا هنا بيموت حرام عليكم الناس بتنتحر هنا ياد حرام عليك اللي انت بتقوله ده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قدوم الدكتور شوكت علينا هيكون زي الفل ده هو الراجل ده ايه ايده فيها البركه في العمليات ربنا يفك النحس على ايدك يا دكتور يا رب. عشان احنا فاضل لنا عمليتين ونكتب تحت الطلب هنا يا سلام قول يا رب يا اخي عفاف يا رب عفاف ايوه تلاقيه قاعد في المكتب بتاعي ولا حاجة طب استني ثانية يا فرج اسمي الدكتور فرج انت يا فرج خدامك يا هانم
بقول لك ايه، انت زمان كنت قلت لي ان انت بتعرف تقرا الكف. زمان انا لحد دلوقتي بقرا الكف، اقرا الفنجان، اقرا الجرنان، اقرا اي حاجه. لا والله مش جايب نظاره القرايه، انا اسف. انت هتستعبط؟ خلاص هقرا لك بالراحه. ايه ده، ايه ده قدامك؟ خطين. خطين ايه؟ ايوه ما انا بقرا اهو، خط المرج وخط حلوان. في زحمه جامده في خط المرج. يا استاذ دي عربيه سيدات، انزل يا استاذ. عشان احترم المرور ابدا والله. انت بتستعبط؟ ما انا ما بعرفش اقرا كف والدجل ده، عارفه لو فنجان اقراه لبلب، انما كف ابقى تجهز على طول. ايه ده، ايه ده، ايه ده، ايه ده؟ ايه هموت؟ لا 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 لا، هعمل حفله؟ لا 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 لا، هتطلع؟ لا لا. امال ايه؟ البن محوج، استنى يمشي على طول اقرا لي. انا بس بفكك، مالك متضايق؟ هقرا لك بجد. انت اتضحك عليكي من حبيبي صح؟ لا، من اللي باع لك الفنجان ده. مش صيني يا ماما، ده بلاستيك. تشربيش فيه، غلط والله. انت تستعبط صح يا فرج؟ ما انا ماليش في الدجل، انا كف وفنجان ايه والحاجات دي شعوذه. عايزه الحاجات دي بجد بقى، واسرار حبيبك والحاجات دي اتصلي بعبير اللباد. انا ماليش انا في السحر ده، هتجننونا في ام المستشفى دي. عفاف، الدكتور شوكت جه. يا ستي قلت لك ليه في مكتبه؟ ليه في حاجه؟ اصل في حاله لسه جايه في الاستقبال، راجل مغمى عليه وبيسعفوه تقريبا كده، شكله هيحتاج عمليه. جهزي اوضه العمليات على بند الدكتور شوكت. ماشي بجهزها اهو. بقول لك ايه؟ نعم. انت جبتي الحاجه بتاعت اسمه ايه ده دلوقتي يا نوره؟ اه دلوقتي. ايوه الشيخ مبروك جاب الحاجه، وبس بعدين بعدين. طب تمام ماشي، باي باي. شفتي يا فرج؟ اه ربنا رزقنا بعمليه اهو على الصبح. ربنا يستر يا ابني. بقول لك الدكتور شوكت ده راجل برنس برنس، جاي من النمسا كده، وعمليات ومؤتمرات وابحاث وايه شغل بلاد بره يعني. ربنا يستر يا رب. السلام عليكم ورحمه الله. انتوا خرس ولا ايه؟ ايه ده؟ السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. انت مين انت؟ انت مين؟ انا المعلم بسطويسي، اكبر مقاول فيك يا جمهوريه مصر العربيه. طب ماشي يا معلم، انت عشان تخش هنا لازم تتعقم الاول. اتعقم الاول ليه؟ داخل اوضه عمليات مثلا؟ اقول لك على مفاجاه يا حاج. اتفضل. فيك من يكتم السر؟ في بيه. انت في اوضه عمليات مثلا؟ ها يا سبحان الله، انا في اوضه عمليات؟ ده انا من زمان كان نفسي اخش اوضه عمليات واعرف بيعملوا جواها ايه. اقول لك على مفاجاه يا حاج. اتفضلي. فيك من يكتم السر؟ في بيه. احنا في اوضه العمليات بنعمل عمليات. في اوضه العمليات بتعملوا عمليات؟ يا سبحان الله، امنت بيك وبرحمه. اللهم اعف عنا واغفر لنا، اللهم ارحمنا وتقبل العمره. ايه دي يا رب. ايه العالم. ايه انت جاي تشهر اسلامك هنا يا حاج؟ عايز ايه انت؟ مين يا ابني وبتكلمني كده ليه؟ انا الدكتور فرج. ايه الكذب ده؟ ده شكل دكتور، امال بتاع البانجو يبقى شكله ايه؟ هي خلاص الدكتور بقى بالشكل. امال بايه؟ بالمجموع 99% متصور مع المحافظ بقيت دكتور. طب حضرتك دلوقتي انا عندي مشكله، ممكن تحلها لي؟ يا سلام، اذا كان بحل الفيزياء مش هحل مشكلتك. قول. طب سلام عليك. لا لا خد بفكك والله. ما اصل بتقول اي هبل. والله بفكك بس، لقيتك متنرفز قلت افك معاه. لا ما تفكش معايا. خلاص اتفضل، ايه مشكلتك؟ انت شكلك راجل طيب. انا مراتي من اسبوعين كده جت هنا وخلفت عندكم توأم. طب يا سيدي مبروك، فين الحلاوه؟ حلاوه ايه؟ ما انت مش عارفه مراتي خلفت ايه. اه شكلها جابت بنات وهو عاوز ولاد. يا ريت بنات. يبقى ربنا رزقك بولدين الحمد لله. يا ريت ولاد. امال مراتك خلفت ايه؟ خلفت معزتين. ايه؟ زي ما بقول لحضرتك كده، مراتي جابت معزتين. ليه؟ متجوزه خروف؟ لا مش خروف. امال جابت معزتين ازاي؟ هي كده جابت كده. يعني انت عايز تقنعني ان مراتك جت هنا وخلفت معزتين؟ ايوه سعادتك، ده حتى بالاماره المعزتين قعدوا عندكم هنا اسبوعين. اه في الحضانه بقى. لا كانوا بياكلوا نجيله تحت. يا حاج ما تجنناش، في حد يخلف معيز؟ خلاص ده قضاء ربنا، حصل خير. يا عم انا كل اللي يجيبه ربنا كويس وما عنديش اي اعتراض. طب انا السنه اللي فاتت جايبه لي ارنبين زي العسل، حسن ومنه في الحضانه دلوقتي. مراتك خلفت ارنبين؟ اه. ايه ده مش مصدقني؟ بقول لحضرتك مراتي خلفت ارنبين بالملوخيه. طب سلام عليكم. ما انت تقول كلام يتعقل. ما انت بتهبلني النهارده.
حضرتك انت بتتريق عليا ليه؟ ده انت بتشتغلنا، كل اللي انت بتقوله ده كده، مفيش حاجه اسمها تخلف حيوانات. يا ابني انت افهم بقى، مراتك ما تخلفش حيوانات. مراتي انا ما تخلفش حيوانات ازاي؟ مراتي انا خلفتي اصلا كلها حيوانات. يا سلام. اه والله. عارف سيد قشطه؟ اه طبعا، ده ابن الكبير. اه والله اسمه الحقيقي سيد البسطويسي محمد قشطه، بس هو كمنه اتشهر وربنا كرمه وقال له سيد قشطه على طول. ايه ده، انا مراتي حامل، لا تجيب كلبين. لا انا مش خدت على هنا. ما اكيد هتجيب كلبين، مش انت ابوهم؟ النبي انا مش فاضي رب انا وهوهو والكلام ده. لا لا يا كبرت والله يا عم. وبعدين انا جاي احل مشكلتي. احللك مشكلتك انت؟ طب انت اصلا دخلت هنا ازاي؟ اخرج بره يا حاج. اخرج بره؟ انا جاي من طرف الدكتور شوكت. بقى انت تعرف الدكتور شوكت؟ اه يا عم، انا المقاول اللي بيخلص له الفيلا بتاعته. اه ده اللي جه عمل اللوز من اسبوعين. ايوه, أيوة. جيت عملت عمليه اللوز عندكم هنا من اسبوعين، قام الدكتور زلط مفاتيح عربيته ونزلت في بطن. ايه ده، يعني مفتاح عربيه الدكتور في بطنك؟ اه، مفاتيح عربيته في بطني وما بتنيمنيش طول الليل. طول الليل تعمل وي 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 وي، لدرجه ان انا ما بقتش انام في بيتنا. امال البيت بتعمل ايه؟ بقيت باركن في الجراج. ايه ده يا حد؟ اهدى اهدى اهدى. لا انا اسف، اصلا انا نسيت اقفل السنتر لوك. خلاص يا حاج ما تعيطش، امسح دموعك، شغل مساحات، امسح بس. بس بص يا حاج، ادي اشاره يمين واتكل على الله. حاضر. يلا يلا سلام عليكم. ما يجي الدكتور شوكت قول له ان انا جيت. وعليكم السلام. يلا سلام عليكم. رعايه الله. يلا سلام. ابقى صلح الفانوس اللي ورا يا حاج. شفتي؟ شفت الترامادول؟ كل واحد يضرب ترامادول يجي يرفونا احنا بقى. انت هتقعد ترغي كده هو والدكتور سامي زمانه جاي على فكره. ما يجي الدكتور زفت وانا بخاف منه ولا ايه؟ دكتور سامي ده بيقف قدامي يترعب، يقف يقول لي يا حلاوتك يا فرج. بس بقى فهمي. يا نورك كفايه كده، ما يصحش كده. دكتور سامي؟ ايوه هو الدكتور زفت، بديله على يلا قوم فازي من هنا. انت ليه معانا هنا؟ ايه ده؟ لا مؤاخذه يا دكتور، مؤاخذه يا دكتور، قلت لك مليون مره ما تقعدش في اوضه العمليات. انا كنت بس بجرب لك الكرسي، انا اسف. اتفضل يا دكتور. ها جهزت اوضه التعقيم؟ حاضر راح اجهزها. انا خارجه يلا من الاستقبال بسرعه يا جماعه. ماشي ماشي احنا اسفين يا دكتور، بس ما تنرفزش علينا، هنجهزها. ايه ده كله بيشتمنا هنا في المستشفى ولا ايه؟ بس يلا انت ليه دخلك هنا؟ ايه يا عم داخل؟ ايه اللي داخل؟ داخل تعمل ايه؟ عايز ايه؟ سلام عليكم يا عم، ماما بعتاني ليك وبتقول لك اعمل لي عمليه اللوز وبتقول لك كتر البنج. وبعتلك معايا ال10 جنيه دي. يا ابني يا حبيبي في عمليه ب10 جنيه؟ يا عم انا بحلق ب5 جنيه عادي. وانت جاي لي مزين؟ خلاص يا دكتور احلق له. احلق ماشي، هنحلق لك يا حبيبي. انا عايز اعمل عمليه اللوز. عايز تعمل عمليه اللوز ليه؟ عشان اكل جيلات. طب ما انت ممكن تاكل جيلاتي من غير ما تعمل عمليه. لا ما انا لازم بقى اتشرح نسايل والكلاب السكك تنهش في لحمي عشان بابا يجيب لي جيلاتي. طب ما تاخد ال10 جنيه تجيب بيها جيلاتي. لا ما هو هلحوس نفسي وهيعرف ان انا ما عملتش العمليه، هيزعل. انت يا ابني قبل وجاي تجننا. يا عم عايز اعمل عمليه اللوز. ممكن تخرج عشان انا عندي عمليه دلوقتي. لا مش هخرج. طب لو لعبتك هتخرج؟ ماشي. امسك كده ايه؟ اعمل لك لعبه عجبتك تخرج. ماشي. شايف ايدي؟ اه شايفها كويس. ايوه بص كده. ها عجبتك وحلو، يلا اخرج بقى. يلا يا عم وحلو. حلوه. انت دكتور عبيط يا عم انت. لو سمحت احترم نفسك، انا دكتور محترم. في دكتور محترم يعمل بس يا حبيبي، بس يا حبيبي، يلا اخرج بقى يلا. مش خارج يا عم. طب اعمل لك كمان حاجه تسليك وتخرج. اه وتخرج. ايوه اخرج. هخيط لك بقي. ما ايه ده القرف ده؟ مش دكتور، هعمل لك ايه يعني؟ طب ماشي يلا. هات لي بكره الخيط يا فرج. بكره ايه؟ اهي البكره اهي. طب يلا كده البكره هتخلص. ايه ده انت هتعمل لي فتله؟
عيب يا حبيبي عيب، ما تقولش كده عيب. والنبي يا دكتور عايز اعمل سمكه في البنطلون ده بس. ايه ده يا عم انت ده؟ ايه ده؟ حلوه، يلا اخرج بقى. حلوه ايه يا عم، ايه القرف ده؟ يلا بقى اعمل لك ايه تاني؟ مش خارج يا عم. عايز تعمل عمليه؟ اه فرج، هات لي الحقنه عشان نبنجه. لا خلاص حقنه لو النبي. طب يلا اخرج يلا يا عم، ما تزقنيش، انا بتهزق في المستشفى دي. يلا اخرج يلا يا عم. وبعدين معاكوا ياض، اتكل على الله عشان ما اعملهاش معاك. طب بالزق ليه طيب؟ انا متهزق هنا في المستشفى دي، انا كنت ملقب بالخازوق في القصر العيني. يلا يا راجل يا خازوق، يا راجل يا خازوق، اوعى اوعى يا عم. ايه ده، حاجه زفت. ايه اللي انت عملته بس ده يا دكتور؟ اللي هو بتقول الحاجات دي حلو حاجات كده، اعملها والنبي تاني والنبي. بص دكتور، نعم، مكانك مش هنا، عايز تبقى ساحر البنك الاهلي المصري بيمول لك طبعا. تعالى يا دكتور نشوف اكل عيشنا، انت هتقعد تنفخ. يلا بينا. تعالى يا عم، حاجة قرف والله في المستشفى الزفت دي. عفاف. نعم. جبتي الحاجة؟ أيوة يا شيخة جبتها، بس خليها بعد العملية. لا اديها لي دلوقتي. طب بصي تعالي. إيه؟ الشيخ مبروك بيقولك علشان تخلي الدكتور سامي يحبك ترشيله شوية من المية دي مكان ما يخطي وتشربي منها بقين، وهو هيحبك على طول. يعني هيخطبني بعدها؟ يا بت دي سرها بات، بيقولك هيحبك ويمشي وراك زي العيل الصغير. انت بشرب منها قد ايه؟ بصي عايزاه يتجوزك على طول اشربيها كلها، عايزاه تمشي معاه في الحرام شوية اشربي بقين. طب انا هشرب بقين تلاتة اجرب بيهم الاول. خلاص ماشي. يا جماعه الدكتور شوكه جه خلاص، عايزكم تجهزوا بقى بسرعه. احنا جاهزين يا دكتور. اسلوبك ده مش هينفع في المستشفى هنا، انا ما بحبش الطريقه دي، قلت لك كده مليون مره. يعني خلي الطريقه دي بره المستشفى. يا سلام، يعني احنا بنخرج بره المستشفى؟ انا دكتور محترم بطلي العيب. انت معلم ده الشغل ده خلص من زمان، ده ايام حسين صدقي اللي انت هتعمليه ده. طب تعالي لي البيت. يا سلام، اجي لك البيت وتقولي لي دكتور القهوه وقعت عليك، هات البنطلون اغسلهولك، والشغل بتاع عماد حمدي الحاجات دي قلت لك خلصت. طب ممكن تتجوزني؟ انا ما اقدرش احط ثقتي في واحده بترجع كل يوم الساعه 3 الفجر، ساعات بتبات بره. وقال ايه؟ مفهمه اهلها انها ممرضه. بعد اذنك روح شوف شغلي. اعمل ايه دلوقتي؟ يا بت يا بت، هو اصلا هيفضل يعاملك كده لغايه ما ترشي له الميه. معلش لسه ما عداش عليها. انت اصلا بيعاملني ازاي؟ معلش اول ما يعدي على الميه هيبقى زي الفل. طيب. اوعى المريض، اوعى المريض اللي جه. هتبقى كويس، اوعى المريض. اصبر هتبقى كويس. اوعى 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 اوعى. هات 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 هات. ضلني هنا الحق. على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك. انزل 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 على مهلك. بس استغفر الله العظيم يا رب، الحمد لله كنا هنقع من على المنحدر. ابقى خد بالك كويس يا ابني وانت سايق. الله يخرب بيتك يا فرج. الله يخرب بيتك يا فرج. ايه قلت لك مليون مره انت تاخد بالك وانت سايق. انت رايح فين يا دكتور؟ هلحق الترول اللي راجع. ايه يا فرج، هو انت كل عيال هتبهدله لنا كده؟ انا ببهدلهم اه، بس انتوا بتشيعوهم. طب احترم نفسك وتفضل، هات تقرير الاستقبال دلوقتي. ايه ده، هو انا ما جبتوش؟ لا لا يقطعني. يا سلام ثواني اكون عندي. ايوه احلى تقرير للدكتوره. على فكره العيان ده عنده غيبوبه سكر. وعرفت منين ان شاء الله؟ هي دي محتاجه مفهوميه، هو لازم اكون دكتور عشان اقول لك. وهو يا حسونه لو عنده غيبوبه سكر هيعملوا له عمليه؟ لا، ما هو لو عنده غيبوبه سكر كانوا طلعوه العنايه فوق. ما العنايه زحمه قوي فقالوا يجيبوه اوضه العمليات. والله انت بتستهبل بقى. طب اتفضل شوف شغلك وما تخليش اتعصب عليك النهارده. اروح اجهز انا بقى العمليه. اخلص يا حسونه. بقول لك ايه، جيب الميه ورشي منها هنا عقبال ما الدكتور سامي يخش يعدي عليها. ماشي ماشي يلا بسرعه. ها رشيتي؟ يلا 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 رشيت خلاص.
الدكتور شوكت هو اللي جاي. تعالوا صحيح. لا لا خلاص خلاص الدكتور شوكت جاي. خلاص خلاص. صباح الخير. صباح الخير صباح الخير. ايه الميه اللي مدلوقه دي؟ معقوله معقوله اوضه عمليات يبقى في الوش كده في ميه؟ انتوا بتستهبلوا ولا ايه؟ صح الميه دي. حاضر. ايه الكلام الفارغ ده؟ ودي الحاله كله تمام؟ صباح الخير يا دكتور شوكت. صباح الخير يا نوره. ايه ده يا نوره؟ انا اول مره اخد بالي ان انت حلوه كده. دي محلوية النهاردة قوي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه ده؟ انت عندك عينين اتنين ومناخيرك فيها فتحتين. انت غريبة جدا النهاردة. ايه الحلاوة اللي انت فيها دي؟ ازاي ما خدتش بالي الفترة دي كلها؟ جاي جاي جاي. مين اللي جاي؟ العيان يا دكتور شفته؟ لا اسمه جه. العيان جه مش جاي. هو ده العيان؟ فين التقرير بتاعه؟ زمانه جاي هشوفه. يلا شوف التقرير. يلا اجهز بسرعة. ماشي حاضر. حسون راح يجيب التقرير يا دكتور. يولع حسون يولع التقرير. طز في المريض. ايه يا بنت الحلاوة دي يا بنت؟ ايه يا بنت اللي انت فيه ده يا بنت؟ يا دكتور يا دكتور معلش ممكن تيجي تشوف العيان دقيقة واحدة. التقرير 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 روحي فيها نورة بسرعة. روحي رش المية. ده عيان. يا دكتور ايه ده؟ ايه يا جماعه الميه دي؟ امسحوا الميه دي يا جماعه. يا دكتور الاستقبال بيقولوا ان هم بعتوا تقرير مع الحاله، ممكن يكون وقع في الارض او في الاسانسير. طب ما تتصرفوا يا جماعه، انتوا بتستهبلوا. يلا بسرعه شوفوا التقرير. يا دكتور يا دكتور ايه ده يا جماعه؟ ما تمسحوا الميه دي يا جماعه، هنقع على وشنا. يا دكتور قلبت الدنيا على التقرير مش لاقيه. ده تهريج. في تقرير ولا مفيش تقرير؟ طب وبعدين يا جماعه هنعمل ايه في الموضوع ده؟ ازيك يا نورة؟ الحمد لله. مالك يا بنت النهاردة؟ فيها حاجة غريبة. فيها حاجة حلوة. ترارا. حاجة حلوة جدا. ترارا. حاجة بتخليك تنرمند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 ر
جنن حاجة حلوة جنن هنر 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 هنر. هما مالهم يا عفاف؟ مش خطوا على المية يا اختي؟ طب اتفضلي بقى روحي امسحي المية دي دلوقتي حالا، انا مش عايزاهم هما. همسحها بس انت حاولي تسكتي عشان انت كل ما تتكلمي هيقعدوا يتنحنحوا كده. هو ريرا ريرا ريرا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي بتعملوه ده؟ احنا فين؟ اوضه عمليات ولا بنهرج احنا؟ دكتور ايوه احنا جاهزين يا دكتور. جاهزين ازاي؟ فين التقرير؟ هنعرف اللي عنده ايه ولا هنعمل له عمليه ولا مش هنعمل عمليه؟ ايوه ايه ده ايه ده المريض بيموت بسرعه. الجهاز بتاع الصدمات، جهاز الصدمات الكهربائيه، جهاز الصدمات الكهربائيه. بس يا دكتور بسرعه. اعدله اعدله يا دكتور. اصل انا ما حضرتش الحصه بتاعه الصدمات معلش. ده سنه تانيه باين ولا ايه؟ ماشي ماشي. ده بيتمضمض ولا بيتكهرب؟ بتجرب حمار كان مات يعني. الصوت لسه شغال يا جماعه. ايه ده؟ وحضرتك بتتكلم على الصوت ده؟ انا اسف ده الموبايل بتاعي. يعني عامل رنه الموبايل ان احنا نقعد نكهرب الراجل كده معقوله؟
يا جماعه يا جماعه حرام عليكم كده هنخلص الكهرباء. احنا لازم نبقى وطنيين ونحافظ على الكهرباء. وبعدين لازم نعمل تقرير الكهرباء دي تتغير، ها؟ نعمل نمط موفرة. ايه المريض ده؟ يا جماعة احنا مش هنستنى تقرير، احنا مش هنستنى تقرير. واحد زي ده مواطن مصري من حقه ان هو يتعالج ما دام بيدفع ضرايب، والضرايب دي اللي احنا بناخد منها مرتباتنا. مش هنستنى تقرير. انا رايي ان احنا نفتح بطنه واللي نلاقيه نعمله بقى وخلاص. يلا يا جماعه. ماشي. تليفونات نشيلها ولا شيلوا الموبايلات دي وخصوصا موبايلك. اعمله سايلنت. ماشي يا دكتور. خد الموبايل بتاعك. هات ودك. يلا. يلا يا جماعه. استنوا هنكشف عليه وانا احاول احدد الحاله ما دام مفيش تقرير. يا دكتور. الله 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 الله. يا جماعه. ايوه دكتور. نعم. عيان. عيان بجد. بجد. ولازم نتصرف. طب يعني يا دكتور نعمل ايه يا دكتور؟ انا رايي هنفتح من هنا كده. بص كده اهو. الحقني يا دكتور الحقني. ايه مالك؟ الف سلامه عليك. ودني بتوجعني. ايوه بتحس بايه؟ وانا صاحي ولا وانا نايم؟ وانت نايم. ببقى نايم ما بحسش بحاجه. طب وانت صاحي؟ ببقى في الشغل شغال برضه. طب جاي انا ليه؟ بتصفر يا دكتور. ودني بتصفر. ودنك بتصفر؟ طب والطبله؟ بتطبل. لا لا انت ودنك موسيقيه ما عندكش حاجه. احنا هنكتب لك على مسكن بيتهوفن 1000 هيخليك زي العسل. لا يا دكتور ارجوك ده مستورد. انا عايز حاجه شعبي. شعبي. اكتب لك على مسكن اوكا اورتيجا تركيز 8%. ده هتاخده هتبقى زي الفل. وده جايبه منين ده؟ من صيدليات العزبي. براحتك تجيبه زي ما تجيبه، المهم انا قلت لك على اللي فيها. في حاجه تانية يا دكتور. ايه اللي تعبك تاني؟ صرصور ودني بيوجعني. ده ترشله فلت. مش محتاج ده. ايه في حاجه تانية بتوجعك؟ انا يتقال لي ترشله فلت؟ ده دليفري محترم. دليفري ايه اللي بيوجعك تاني؟ عندك ايه؟ ساعات ودني بتنمل. ودنك بتنمل؟ بتسمع ايه وانت نايم؟ سكر حلوه الدنيا سكر. لا 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 ما هي لازم تنمل. تسمع سكر هتنمل ودنك. تعملش انت علاجك الفلت. فلت انت بتملت عليا يا دكتور. يا عم انت مين؟ انا الشبراوي جوز في الفلت. ومخلفين على كده؟ التابع وجاد. ما شاء الله. في حاجه يا دكتور والنبي حصلت لي. ايه؟ الفرح كان هيبوظ بس الحمد لله لحقناه في اخر ساعه. هو انت عملتوا فرح؟ لا عملنا افتتاح. ما شاء الله. امال فين دكتور شوكت؟ قاعد على الكاشير اهو. دكتور شوكت الحساب 15 مين؟ انا يا دكتور. انا انت اللي كنت هناك من شويه؟ جبت لك الاكل يا دكتور. سيبك من الاكل. ايه اللي قلت؟ ماشي يا دكتور. هات هنا ولا هناك؟ هات يا جريء. هات يا دكتور. ايوه انا نظفت يا دكتور. تعالى بص بنفسك كده. حاضر. عشان الحاله مريد. غريبه جدا. ده ايه؟ حلو. المريض ساعات بيتحرك يعني مش عارف. وريني. فتحت؟ فتحت من هنا. انت بخيل ليه؟ فاتح حته صغيره. ما تفتح يا عم حته كمان يا عم. افتح حته كمان ازاي يا دكتور؟ وبعدين انا شاكك ان يكون عنده الزايده. هي دي زايده؟ ما هو برضه دي كمان زايده. انا مش عارف. هو عموما انسان عجيب. وايه اللي هناك ده؟ ده الكبد. ده الكبد؟ يا سبحان الله. انا اول مره اصلا اشوفه. انا اصلا كنت غايب في الحصه بتاعت الكبد. غير اللي بتبقى في العربيات خالص يعني. عربيات بتبقى مقطعه كده بقى ايه مع توم وبتاع. طب بص نضف لي من هنا كده. انضف من هنا؟ اللي ملوش لازمه زيادات شيلها شيلها. طيب ولا افتح من هنا؟ لا افتح كده. جبت كاتشب؟ يا دكتور الكاتشب اهو معايا. ايه ده يا جدعان انتوا بتعملوا عمليه؟ يا فرج الله. حط شويه كاتشب. طب يا دكتور انا افتح من هنا ولا رايي انا؟ قلت لك لا. يا نهار ابيض. يا جدع يا جدع انت ايه مش تاخد بالك؟ كاتشب في بطن المريض؟ معقوله هتودونا في داهيه كده؟ بس مش اشكال مش اشكال. لون الدم ماشي اوكي مش هيبان يعني. انت عارف في الافلام بيبقى كاتشب ما بيبقاش دم حقيقي. يلا بص وخش لي كده. اخش من كام سم كده؟ هو ده القلب ده تقريبا. لانه بيعمل كده. ايوه يبقى القلب فعلا. جبت مسترده؟ هي يا دكتور. حط مسترده وخلي بالك إيه كاتشب هيتدرى مع الدم.
انا رايي ما نجيش جنب القلب كده ونيجي هنا. لا هنا لا هنا لا يا ابني يا ابني والله ما انا والله ما انت ايه هو ايه والله ما انت يعني قلنا الدم هيتدار هنعمل ايه في المستار ده يا دكتور كده عندنا مشكله كبيره قوي يا دكتور كده ممكن نقول عليها يعني كرات دم صفراء كرات دم صفراء في كرات دم صفراء ما انا اصلا ما حضرتش الحصه بتاعت الكرات دي خالص يعني معلش ماشي ماشي عموما بص اتصرف شيل الكاتشب بقول لك ايه خد السندوتش بتاعك ده حطه لي في المكتب واعدي على الخزنه خد حسابك يلا حاضر يا دكتور يلا بقول لك ايه احنا بعد بقى كاتشب والمسترد ده نحط شويه خس ها ونقفل وعلى كده زي الفل لا 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 قبل ما تقفل ثانيه واحده يا دكتور ده ايه ده حار ولا حلو كفايه كده كفايه كده دخلوا الفرن وربنا يكرمنا ان شاء الله انا هقفل انا ما تقلقش هنضف انا يا دكتور اي نضف لي دكتور سامي لو عايز تنضف انا ممكن اجيب لك سائل تنظيف هاتينه فيري او سيبيه هو يتصرف يولع المريض ازيك يا نوره مالك يا بنت النهارده فيها حاجه غريبه فيها حاجه حلوه تيرارا حاجه حلوه جدا تيرارا حاجه بتخليك ترنرمندرمندرمندرمند ما تخلصوا يا رجاله وتيجوا تشوفوا العيال اللي بطنه مفتوحه يا جماعه كله يشوف شغله يلا يلا اتفضل انا رايي نقفل على كده يا دكتور ما نضمنش اللي يحصل ولا من شاف ولا من درى يا دكتور ماشي هو اول واحد يعني وهو كان كده كده جاي ميت فالحمد لله بقى في سبب يلا يلا يا جماعه الحمد لله عشان لو اهله جم شافوه بالاضافات دي هتبقى مصيبه سودة ربنا يستر ان شاء الله ايه ايه ده ايه دام بس إيه بس اهدى ايه دام يا نسينا اهم حاجه ايه ده انا خدتها في سنه تانية ايه يا دكتور إيه نديله بنج قبل ما نعمل العمليه ازاي دي عدت عليا هروح انادي دكتور التخدير ده فيها ساعه على ما يجي طب هنعمل ايه هنعمل ايه نتصرف لا اي حقنه وخلاص اي حقنه يا جماعه دوروا على اي حقنه احنا لازم بسرعه تضيع لا دي ارواح ناس ما تقلقش ما تقلقش ما تخافش ده كاتش يا دوي ايه اللي انت عملته ده يا بني ادم ما انا كان لازم اتصرف يا دكتور ايوه بس الضربه خفيفه عايز واحده اجمد اقصد يعني يا عدوي كده ممكن نقطع رجله ولا يحس خلاص يلا اشتغل انت بقى ونظف وظبط هقفل انا يا دكتور اتفضل انت قفل انت تعالى يا معلم تعالى يا دكتور حرام عليك طلع المفاتيح من بطني بقى انا هطلعها عشان محتاجها لان النسخه الثانيه نسيتها في بطن السباك تعالى ها ايه الاخبار خلصت الشغل خلصت الشغل يا دكتور وحضرتك قلت لي هتطلع المفاتيح بعد ما تخلص العمليه اللي في ايدك دي وانا حاسس ان انت بتشتغلني اشتغلك ليه يا عم ما فعلا في ايدينا عمليه اهو الراجل بطنه مفتوحه زي ما انت شايف اتفضل ادي البطن ودي الكبده وده المخ وهنا اهو في حاجات احنا مش عارفينها بس كله زي الفل اهو الله طب ايه الاصفر والاحمر ده ده يا سيدي كاتشب ومسترد يقعدوا ياكلوا اكل من الشارع ويقول لنا عشان نعالجهم اتفضل 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 ده بيسموه جانك فود ايه اللي معاك ده ده حضرتك عشان حضرتك دلوقتي شاكك ان انا شغلي مش نظيف وانا بقول لك بشتغل باسمنت ابيض وانت بتقول لي ده جبس ابيض الشغل مش عاجبنا يا معلم وانت بتستعمل جبس وانت المفروض تستعمل اسمنت ابيض لا انا هقول لحضرتك بقى عملي دلوقتي بص حضرتك الجبس بتلاقيه له مؤاخذه تقيل كده حتى لو هو بودره واول بقى ما تيجي تنفخ دكتور شوكت نوره بيطير على طول بيطير في بطن المريض احنا فاتحين بطن منزل لي فيه جبس معقوله انا اسف يا دكتور ما هو ده الجبس اللي انت مستعمله عندي في الفيلا انا اسف يا دكتور بص بقى حضرتك الاسمنت الابيض بتلاقيه حنين وطري وراقي كده واول يا دكتور شوكت مكياج يا عم بطن المريض ده كده هنعمل فيها كرانيش خلاص حط لي شويه ميه عشان ما يشكش ها يلا لا بص حضرتك بقى ده بقى هتلاقيه خلاص البطن اتملي لا مش هنفخ هو نهبل
ما خلاص بقى. حلو قوي كده. المريض ده على المحاره، نستلمه امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله بعد شهرين تستلمه على المفتاح. ظبط انت وقفل وشيل الاسمنت والجبس وبتاع. تعالى معايا، تعالى معايا. انت ليك بقيه حساب. هديك بقيه حسابك، ما تقلقش خالص. والمفتاح هطلعه، تعالى ما تقلقش. جهزوا على ما اجي. ها حاضر حاضر. يلا نورا هاتي لي الجفت. نورا يا بنت يا نورا. ايوه جاي. تعالى. نعم. بقول لك ايه يا اختي، رشي له الميه في اي حته وخلينا نخلص من الموال ده. ارشها له ازاي دلوقتي وهو ولا هيدخل ولا هيخرج؟ يا ستي في اي حته. بصي رشها له تحت الترولي وانا هشغله شويه. طيب يلا شهلي. دكتور سامي. يا عفافي. ايه لو سمحت، هو ده التقرير؟ ايه ده؟ وريني كده. بطلي اسلوبك ده والسنتحه بتاعتك دي. استني هنا، تعال. جبت الجفت؟ ماشي. ده التقرير؟ اه. بتعملي ايه يا نوره؟ ايه ده؟ حاجه احلى ولا حاجه سمعتها في الدنيا. نوره هاتي بقى ميه عشان انا عطشان. لا لا هاتي بقى. لا لا انت طيب. لا 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 الله. الميه الحلوه دي. ايه يا عفاف؟ ده عفاف. نعم يا عفاف. نعم. التقرير ده بقاله 3 ايام. ركزي في شغلك يا عفاف. ماشي حاضر. انا مش هنعمل كل حاجه يا عفاف. حاضر يا دكتور. اتفضلي يا عفاف. هو فين يا دكتور شوكت؟ الدكتور منصور. هو فين؟ هو فين؟ في ايه؟ راح فين؟ هو مين؟ هو فين؟ في ايه يا دكتور؟ الدكتور شوكت فين؟ الدكتور شوكت جاي دلوقتي يا فندم. الحقني يا دكتور الحقني. في ايه؟ المستشفى بقت دريم بارك. ايوه الصعايده قرايب الراجل ده هجموا على المستشفى. تسجل. تخيل شفت اللي انا فيه. ايوه يعني ايه اللي حصل؟ احكي لي. واحد منهم قزم قد كده وشنباته بتزحف في الارض، لقيته داخل على تلاجة الميتين. قلت له رايح فين؟ التلاجة. قال لي هشرب مية ساعة. طب ده كلام؟ ده كلام. والتاني طويل وشنباته بتحفر في السقف، ولقيته داخل على اوضه البنج. قلت له رايح فين؟ دي اوضه البنج. قال لي هات مضربين وكوره. طب وانت عملت ايه يا دكتور؟ انا هودته على قد عقله وقلت له في واحد حاجز الساعه قبلك. طب وانت ايه اللي اخرك؟ كنت بلعبه على الارض شفلحته. يا سلام يا دكتور. عيب، ده انا الدكتور منصور البني اخصائي جراحات كبد واوانس. اه طبعا. ما تقلقش عليا. ايه ده؟ ايه الريحه العسل دي؟ انتوا هتجوعونا ولا ايه؟ فين تقرير المريض ده؟ لا لا الحقيقه ما فيش تقرير لسه ما طلعش. سامي. نعم. سمعت اخر اشاعه طلعت على المستشفى؟ لا. ايه؟ ايه؟ استنى كده. لا دي اشاعه كذب دي. لا دي اشاعه كبد. امسك. حاضر يا دكتور. شوفها كويس. حاضر يا دكتور. انا اسف يا دكتور، احنا بنتعلم منك يا دكتور. هو ده المريض؟ ايوه هو ده المريض. رايح فين؟ لا لا دكتور شوكت ما بيحبش حد يلعب في في الحالات بتاعته. انا مش هلعب، انا هبص. هبص على ايه بس؟ ما تحرجنيش مع دكتور شوكت. ارجوك اوعى من وشي. اتفضل. اسف. اتفضل حبيبي. ها وريني كده. فتحت البطن ليه؟ والله يا دكتور رابع بطن نفتحها وتطلع مش كسبانه. ابتديت اتشائم في المستشفى دي، نفسي نلاقي كوبون قمصه. يا دكتور انا اسف والله، احنا لقينا قدامنا وقت كتير ما بنعملش فيه حاجه، قلنا نفتح ونشوف هيبقى عنده ايه ونعمل. هو فراغ يا سامي، فراغ. لا 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 لا. ايه ده؟ ايه كاتشب ومسترده. بلغ بيك الاستهتار. وايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بيبسي بطاطس. ده كومبو بقى يا دكتور. يعني نقفل البطن؟ لا ما تقفلوش، ده راجل مليان خير. ده انا هطلعه فوق الكافتيريا واسيبه بطنه مفتوحه كده. ايوه صح، عند حضرتك حق. ممكن تسيبنا اشتغل يا دكتور؟ هنرزق هنرزق، بس ارجوك فضل. شوف لي حل. قرايبه الصعايده هيخربوها تحت. معلش هم ان شاء الله نقول لهم اي حاجه، انا هخلص فيه دلوقتي. يلا بسرعه. ايوه دكتور. يا دكتور ازيك؟ ايه يا دكتور شوكه الجريمه اللي انت عملتها دي؟ ها
جريمة ايه يا حضرتك؟ ازاي تفتح بطن المريض من غير ما تشوف التقرير؟ هو في تقرير؟ ما جاليش تقرير نسيب المريض لغاية ما يموت يعني؟ حضرتك احنا قلنا نبقى احنا سبب في موته ان شاء الله. حرام عليكم كده، الترخيص هيتسحب مني. اتصرفوا لو حد اهل من اهلي. الحق يا دكتور منصور، الحق يا دكتور منصور. اهو اهو انت الحق الحق، ده اهل العيان طالعين هيبهدلوا الدنيا. هو ده اللي كنت غامل حسابه، مش هيعدوه على خير وهيسحبوا مني الترخيص وافتحها لانجري. لا لا، اتصرفوا وشوفوا حد ينام مكانه. شيلوا المريض ده ودوه هناك الاوضه بتاعت الافاقه. ايوه ايوه، بس اتصرفوا بسرعه. مين ينام مكانه؟ اي حد ينام مكانه، اي حد ينام مكانه. مين فرق؟ لا انا ما نامش مكان حد. انا فرق. ايه ده؟ في ايه ده؟ انا اول مره اشوفك. انت معانا على طول هنا صح؟ ده شكلك يعني ايه ده؟ والسنه دي عامل فرق في اسنانك، ده بيبقى فوق مش هنا، ده عامله غلط. ايه ده؟ ولونك ايه؟ عينيك عسلي، انا اول مره اخد بالي من لون عينيك. في يا دكتور مالك؟ لا ولونك اللي هو يعني قمح مكلح كده، يعني اللي هو لون الجزم البنص ما شاء الله. مالك يا دكتور في ايه؟ ايه ده الواد ده ماله؟ هو ده اللي احنا هنيمه مكانه؟ الحكايه فيها حاجه غريبه. فيها حاجه حلوه. تيرارا. لا ده احنا بنقول عليك انت. حاجه حلوه جدا. تيرارا. ما تخلص يا دكتور، خلص وشوف العيان يا دكتور. العيان العيان فعلا. يلا يا جماعه شيلوه بسرعه، شيلوه بسرعه. شيلوا بسرعه، شيلوا بسرعه. سعيد وفرج ينزل مكانه. يلا 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 بسم الله. يلا على مهلك على مهلك. هاتوا من هنا. يلا من هنا من هنا من هنا من هنا. يلا 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 الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ده في اخر لحظه الملايه، ما بعرفش اشتغل من غير الملايه. فرج تعالى يا دكتور، تعالى يا دكتور نشوف اهل العيان. يلا 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 ما تقلقوش ما تقلقوش. فرج. ايوه يا دكتور. نام يا فرج. لا انا جاي نشتغل، جاي ننام. فرج نام يا فرج. حاضر هنام سيب. نام نام. يلا الحمد لله ربنا يسترها. يا رب المستشفى ما تقفلش. صعيدي لك الروش على كل لون، تشوفني تتروش يا ابو بنطلون. المستشفى دي يا ابويا. يا دي جامده قوي يا ولد. تعال ناخد صوره سيلفي. يلا. جميل. ناخد واحده تاني. يلا. دي جامده قوي المستشفى دي يا ولد. ايوه. هو احنا كنا جايين للدكتور مين؟ مش فاكر. استنى اكلم سميد، هو اللي عارف. طيب. الو. ايوه. ايه يا سميدة؟ ايوه يا ولد. هو الدكتور اسمه ايه اللي في المستشفى؟ اسمه شوكت. طيب يلا سلام. سلام يا ولد. يا نهار اسود نسيت اسم الدكتور. اسمه شوكت يا غبي. تعرفت منين؟ ما انا سميدة يا حمار. طب اجالك قد ايه تعرفني لحد دلوقتي ما تعرفش اسمي ليك؟ رايح جاي معاك في كل مكان وما تعرفش اسمي؟
انا سميط يا حمار. يابا ركز معايا. ايوه. احنا جايين النهارده نطمنوا على مخيمر ونبيع اعضاء. اعضاء في الاهلي؟ نبيع اعضائنا يابا. طب وانت عايز تبيع اعضاء ايه؟ انا عايز ابيع رجلي واجيب موتوسيكل. وهتسوقه ازاي يا غبي؟ ماليش صالح، انت اللي قلت لي كده. ايه يا عاد ساكت. وانت هتبيع ايه؟ انا هبيع عقلي. وانت عندك عقل يابا؟ ما انا عشان اكده هبيعه. مش مستنفع منه في حاجة. مالوش عايز اصلا. يلا نبيع ونجيب حاجة مفيدة. امال ايه؟ بقول لك ايه يا ولد؟ ايه؟ فين سندوتشات الجبنة الرومي اللي انا كنت حاططها في الثلاجة الصبح؟ كالته. هي بتاعتك؟ لا. امال كلتها ليه؟ كنت جعان. طب وانا ذنبي ايه؟ سامحني يابا. سامحتني؟ لا. ادي النيله. هني جبروت. اللي ما سامحش حد واصل. ودي عم انت. الله، انتوا بتصوروا الكبير قوي هنا. سلمولي على مكي. احنا جايين نطمنوا على مخيمر. لا ده مخيمر بقى زي الفل الحمد لله، وفتح فرع الخير زمان جوه. ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتشتم ولا ايه ده؟ ايه ده مجنون ده؟ ايه الحركات اللي انت بتعملها دي؟ لا دي لحميه مستويه يعني. ايه ده احنا في خناقه ولا ايه؟ مش فاهم انا. انتوا ما ينفعش تكونوا موجودين هنا في الاوضه دي، اوضه العمليات. ما ينفعش. لا احنا جايين نطمن على مخيمر ولدنا ولازم نشوفه. لا لا اطلعوا الكافيتيريا فوق اشربوا عصير قصب. ايه ده فيه؟ خلص يا ولد. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ إيه ده؟ معقوله؟ معقوله في ناس تدخل هنا اوضه العمليات؟ اي حد يخش اوضه العمليات ولا ايه؟ دول اقرباء المريض يا دكتور شوكت. ويعني قرايب المريض يخش عندنا اوضه العمليات من غير لا تعقيم ولا اي حاجه، واما يجي يموت المريض مننا غصب عننا يقولوا ان احنا اللي اهملنا؟ بقول لك ايه، بلا اهملنا بلا اهملناش، احنا لازم نشوف. ايش هالكلام يا اخي؟ تصعيدي ولا خليجي ولا ايه؟ والله صعيدي شغال في الخليج، فهمني يعني. ايش ايش يا اخي؟ احنا صعايده يا اخي. بس كنا عايشين في الكويت سنتين. طب معلش بعد اذنكم اتفضلوا برا، ما دام انا شغال هنا اهو نعمل عمليه، ما ينفعش ان انتوا تبقوا موجودين. مفيش حاجه اسمها ما ينفعش بلا ما ينفعش بلا نيله، احنا لازم نشوف مخيمر بنفسينا. ايوه احنا إيه؟ جايين نشوف العملوقه. عملوقه؟ طب بتدلع العمليه يعني ولا ايه؟ العملوقه. العملية. عملوقة. هنطمن على مخيمر يعني هنطمن؟ ما ينفعش تقعدوا هنا. لا ينفع بقى. يعني ايه ما ينفعش؟ ايه؟ ايه؟ الجرأة حلوة، الجرأة حلوة، مفيش كلام. وباظ ربيع. نحن اعمل العملية يا ليلى. حاضر حاضر. عايز تقول حاجة حضرتك؟ لا اتفضل. حاضر هعمل العملية. ايه بقول لك ايه؟ حاضر حاضر.
تليفوني. 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 بس ده تليفوناني. الو. ايوه يا ويل. ما تخافش. خيمر هيعمل عملية ويقوم دلوقتي زي القرد يرمح. نام انت وما تشيلش الهم عشان ظهرك. يجي ظهرك يتعبك تشيلنا للهم وانا مش قادر. يلا ايه؟ علي الطلاق بالثلاثة لو ما جام زي الفل لاقتل الدكتور بالعيانين بالمستشفى بكل الناس. ده لا يهمني حد في الدنيا. اهدى اهدى يابا انا بخاف منك وانت عصبي. مين حبيب بابا؟ يا زياد. مين والله؟ ايه يا انت ابني يا ولد؟ انا مش فاهم قرايبه اللي جايين لنا من فيلم كرتون دول. حاضر حاضر حاضر. طيب رايح فين؟ ههرب. ايه؟ هشرب هشرب. هتشرب؟ هشرب هشرب. هروح اشرب واجي على طول يعني. ايه؟ ايه؟ كمل اعمل ايه؟ حاضر حاضر. هاتي مشرط مشرط. هو ايه؟ مشرط صغير ما تخافش ما تخافش. مشرط ايه ده؟ انا ما حضرتش حصة المشرط اصلا قبل كده. ده مشرط ده؟ يا دكتور انت هتفتح بجد ولا ايه؟ اما هنعمل ايه؟ ما انتوا مش شايفين مش شايفين. هفتح حته صغيره هفتح حته صغيره. ما تخافش ما تخافش هتوجعك بسيط. يا دكتور عايزين حقنة بنج. عايزين حقنة بنج. ايوه حقنة بنج. هروح اجيب بنج. هروح اجيب بنج. هروح اجيب بنج من عند الراجل بتاع البنج وجاي على طول والله. لوش عايز البنج ده. دي له ولا حاجه. ايوه قط. ايه دي حتة افيون. ايوه انتاج مزارعنا. ما ينفعش دي مخدرات. معقولة جوه اوضة عمليات هدي المريض مخدرات؟ ما ينفعش. يا له بس حطها له تحت بوجه. تحت بوجه؟ جوه جوه بوجه. انتوا عيلة غريبة يعني. تحت كده هو يعني. اه يا دالو بليه. بشوف بقى فاهم معاه بلغته يعني. حاضر حاضر حضرتك. طالو. حاضر حضرتك. انا مش عارف اصلي اشتغل وانتم موجودين يعني. انا مش مركز حضرتك يعني. مش مركز والله. خلاص. حاضر حاضر. يا دكتور يا دكتور بعد اذنك خرجهم من هنا. بعد اذنك يا دكتور خرجهم من هنا. انا ما بعرفش اركز وفي ناس واقفين. ما اقدرش يا دكتور شوكك. ما اقدرش. يعني انتوا فاكرين ان انا لوحدي؟ لا لا انا مش لوحدي. انا معايا الدكتور اهو. الاستاذ ده لوحده انا ما اعرفوش. خلص يا ولدي لازم نشوف العمليه. الله وهي بتتعمل ايش يا حضرتك فيه. احنا مش لاقيين التقرير بتاع العمليه. لو التقرير موجود هعرف هو عنده ايه واعمل له العمليه على طول. كنش هو ده التقرير يا غبي؟ مش ده التقرير اللي احنا سارقينه؟ وات كان اي دو وات كان اي دو هاني. ايش يا اخي الكلام؟ ولا يهمني. ده هو ده فعلا التقرير. ده عنده حاله تسمم. عنده حاله تسمم. احنا من الصبح شغالين على زي ده وعلى كبد وعلى بتاع ده. عنده حاله تسمم. دي حاجه بسيطه يعني. دكتور شوكت. ايوه سامي. انا خلاص خلصت قفلت. قفلت ايه الاخبار؟ لا كله تمام. قفلت. نظفت. نظفت كويس جدا وكنت شاكك ان عنده تسمم. عملت له غسيل معده بالمره وخلصته ومسحته وجيت. سيقته ورا الودان؟ اه كان في كان في بلاوي زرقاء. الحمد لله الحمد لله. يا معلم يا طويل احب ابشرك العمليه نجحت خلصت. اتفضل. ايه المريض ما ماتش؟ ايوه. يموت ليه؟ ليه؟ ازاي ما مستشفى محترمه. ايوه ازاي ما يموتش؟ من سندوتشات الجبنه اللي انا جبتها. ايه ده؟ انا حاطط له السم في بقه. ازاي ما يموتش يا جدع انت؟ حطيته بايه؟ حطه بايديا في بقه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ جريمة قتل عندنا في المستشفى؟ يعني انت اللي سممت المريض؟ يا دكتور بعد اذنك اطلب البوليس. ايوه انا هجيب البوليس. مش محتاج انت بلغوا البوليس. انا كبرت وبقيت ضابط. ايه
اهلا بيك يا حضره الضابط. اهلا وسهلا. اهم يا حضره الضابط، اهم الاثنين دول المجرمين اللي حاولوا يسموا قريبهم بعد اذن حضرتك. حضرتك كنت عارف يعني ان هم عملوا كده؟ طبعينهم من زمان وعارفين كل حاجه. بقول لكم ايه، يلا قدامي بسرعه، مش طالبه جري وفرهضه وقله الادب دي. تمام، يلا قدامي. نشفوا ريقي والله يا دكتور. نشفوا ريقك؟ نشفوا. اتفضل اشرب ميه، ربنا يخليك. والله العظيم ريقي نشف، اقسم بالله. الحمد لله ان حضرتك جيت في التوقيت المناسب، وجايين بيهددونا حضرتك ببنادق خشب. لا ولا يهمك، هو قدامي. حضر الظابط، الشرطه اتغيرت خالص ما شاء الله. حضرتك انا ممكن اقول لحضرتك حاجه؟ إيه؟ يعني ما دام هتقبض عليهم ممكن اجي معاك اشهد؟ تشهد في ايه الزلومه دي؟ حضرتك اشهد معاك. ايوه وخدنا انا كمان. ايوه وانا حضرتك هتروح له ولا ايه؟ يلا قدامي. يلا حضرتك قدامي. وايه؟ يلا شو ولا نشرة ولا نشرة الليلة مسرح جماعي وعشرة يابا على عشرة سياسي كوميدي اجتماعي تياترو مصري دي مصري تياترو وتعالى شوف رواياتك كترو تياترو مصري دي مصري تياترو وتعالى شوف رواياتك كترو كفاية دم وحرق الدم عايزين نرجع ضحك زمان عايزين نفك شوية يا عم وادي الجواب بم العنوان كفاية دم وحرق الدم عايزين نرجع ضحك زمان عايزين نفك شوية يا عم وادي تعالى شوف رواياتك كيف تروح